روضة ومدرس أكاديمية العزيز النموذجية، السلط، الصف الثاني، اللغة العربية، جمع التكسير، الأحد، 29/3/2020، 5 شعبان، 1441. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي أمهاتي، أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم مع دروس اللغة العربية والموجه إلى الصف الثاني الأساسي. سنكون اليوم إن شاء الله مع جمع من الجموع، وهو جمع التكسير. جمع التكسير هو الجمع الذي لا وزن له ولا قاعدة له، ويختلف عن الجموع الأخرى بأن الجموع الأخرى لها وزن، مثل جمع المذكر السالم والذي ينتهي بواو ونون وياء ونون. أما اليوم راح ناخذ جمع آخر، هو جمع التكسير. كما قلنا هو يختلف عن الجموع الأخرى بأن له لا وزن له ولا قاعدة له، مثل قلم، أقلام، كتاب، كتب، صندوق، صناديق، شجرة، أشجار، باب، أبواب. طبعا هلا راح ناخذ احنا نحل تمرين، وهو التمرين رقم 10 من صفحة 49، وهو املأ الفراغ على نمط المثال. شاطئ، شواطئ. قارب، قارب هي مفرد وجمعها قوارب. راتب هو مفرد وجمعها رواتب. سواحل هي جمع، ناخذ مفردها ساحل. خواتم جمع، مفردها خاتم. طبعا راح يكون عندكم يا ثاني واجب صفحة 50، وهو اكتب واستخراج، وصفحة 51 راح يكون واجب صفحة 50 وصفحة 51.